ايش ما تعمل، ايش ما تحكي، ايش ما تساوي، هم داعمين لاسرائيل بس ضد العرب والمسلمين. كسياسات خارجيه لا اعتقد انها تتغير كثير. احنا شفنا الديمقراطيين واللي بيصير بغزه والمناطق هاي، نتمنى يكونوا هذول انصار الديمقراطيه زي ما بدعوا يعني. شفنا شو صار بغزه وبلبنان بالعراق باليمن فهاي سياسه خارجيه واحده متفق عليها ما راح تتغير. انا غزاوي، غزاوي الاصل، كثير يعني بدي قرارات بانهاء الحرب، بانهاء الحرب ودخل مساعدات لاهل غزه. كثير اهلنا تضررت، كثير كثير اهلنا تضررت، وهي اهم نقطتين هذول بدنا اياهم، بدناش شيء منهم. ما شفنا منهم خير يعني، بادرت خير، لكن نتمنى ونتامل يعني، خصوصا بالقضيه الفلسطينيه يعني، وحصرا بغزه اخواننا واهلنا يعني. فان شاء الله بنتامل خير يعني ان شاء الله، ولكن الامور يعني بالشرق الاوسط يعني هلا ما بتشير على انه في خير من الامريكان.